مهندس محمد بدوي. طبعا درست كلية الهندسة بتشرين بطرطوس وطلعنا لهون بظرف الحرب على تركيا. طبعا تعرف انت ظرف حرب ومأساة، دخلنا على تركيا وما كنا عائق على حدا طابل ابدا ولا عالي على اي بلد كان. دخلنا على تركيا والحمد لله رب العالمين، اجتهدنا وتعبنا وصلنا تقريبا حوالي 5 سنوات في تركيا، والحمد لله رب العالمين أسسنا شركة الحمد لله كويسة وممتازة. طبعا بالتعاون مع أصدقاء لي، في منهم كانوا معي بالجامعة وفي منهم تعرفنا هون عليهم بسوق العمل، والحمد لله رب العالمين الله فضل علينا. ونحن حاليا في تركيا يعني واحدة من أهم الشراك اللي بتصنع الماكينات في تركيا، إن تصنيع طبعا محلي لتركيا، وفي إنه كمان تصنيع خارجي للعراق لتونس لليبيا. كمان صدرنا أكثر من 7 ماكينات للدول الأوروبية، السويد، ألمانيا، والحمد لله رب العالمين بالتعاون مع الأصدقاء اللي عم نشتغل معهم يعني أسسنا شركة الحمد لله لا يستهان بها. ونحن هون بتركيا أنا حوالي إلي 200 أكثر من 250 ماكينة أنا في تركيا مشتغل، وطبعا كل الماكينات يعني بأنواع مختلفة، يعني على مجال البن، على مجال تعبئة سوائل، تعبئة دواء غسيل، على مجال تعبئة أفقية وزنية حجمية، يعني على فروع كثيرة، مجال خطوط طرابيش. يعني الزبون اللي بيطلب منك ماكينة معينة تصمم له إياها، عندك استعداد تام إنه تنفذ له إياها مثل ما بده؟ تماما، هو في البداية بيجي لعنا الزبون بيطرح فكرة معينة هو بده إياها، نحن بنبرك أنا وببرك معي كادر متخصص في هذا المجال، بنشوف الأفكار الرئيسية اللي بدنا نساويها. بعدين أول شغلة بتبلش الشغل هي من عندي أنا، هون بصمم تصميم ثلاثي أبعاد عن طريق برامج سوليد وورد وبرامج تانية كمان بتساعدني كتير في أمور تصنيع. جنابك أنت اختصاصك؟ أنا اختصاصي حاليا مستلم مهندسة التصميم. تمام تمام. مشتغل نحن في البداية أنا برسم الرسمة، طبعاً كلها بأبعاد بقياسات، يعني أبعاد مو بالميلي، فينا نقول أبعاد بالديزم. تماماً، لأن أي شيء بيختلف أي مثلاً بالديزم تختلف الماكينة كلها. تماماً، فنحن بنصنع الماكينة برسم الماكينة على 24، بعد ما بنتهي بالتصميم طبعاً نتشاور نحن والزبون بيكون هو موافق على التصميم اللي بدنا نسوي له إياه. هون بعود أنا بوزع أوراق مثلا قياسات، الطورنجي بياخد القياسات بيخرط على اساسها، الحداد نفس الشيء بيعطي انا شخصيات قياسات بيشتغل على المبدا نفسه، وببعت انا عندي ملفات ليزر قص ليزر. طبعا قص الليزر انا الرسمه اللي انا رسمه بوصل اياها نفس الرسمه اللي انا موجود عندي. بعد ما بنتهي هاي الامور كلها، العده كلها بتجي لعنا على الشركه وبتتجمع كلها. طبعا في كادر عندنا متخصص تجميع بيجمع الماكينة كلها على 24 وبنقوم طبعا بتجريب العمل، والحمد لله رب العالمين يعني نحن لتاريخ اللحظة هاي يعني ما ثبت عنا في تركيا أي ماكينة فاشلة طلعت من عنا من ماكينة من هون من الحمد لله رب العالمين. طبعا نحن أي ماكينة يعني إذا كان زبون بتطلب إنه يعني نسوي له خط أوتوماتيك كامل، فنحن يعني امور ان شاء الله تعالى نسوي خط اوتوماتيك كامل. يحتاج اي يعني مهما كان الخط كبير مراقب واحد مثلا وعامل تلقيم مثلا المواد الاوليه او تلقيم يعني اي ماكينه مثلا او مشروع، نحن في عندنا بنحط له مثلا كاميرات مراقبه، بنحط له حساسات ضبط طبعا جوده، صار في عطل صار كذا صار هذا يعطي انذار. ومهما كان الخط كبير مثلا عامل او عاملين مثلا بنحط والباقي كله بتصير اوتوماتيك. والله حاليا مثلا انا عم بشتغل في ماكينات تعبئه، دخلت على معمل شفت الزبون طبعا والحمد لله اتفقنا، والزلمه حاليا انا بشتغل في قسم التصميم، يعني حوالي الماكينه في تشطيباتها النهائيه، وان شاء الله تعالى يعني مده تصنيع مثلا ماكينه وخط تعبئه او هل يعني لا يتجاوز الشهر. هي
التسهيلات اللي بتشتغل فيها؟ هلا نحن قلت لك عدد العمال حوالي بلغ 10 عمال اشتغلوا بين طورنجي بين حداد بين مجموعة البخ بين أمور عن التجميع، يعني حوالي 10 عمال. من ناحية التكلفة نحن الحمد لله يعني أول شيء نحن يعني سعرنا الحمد لله مدروس وما من نعطي سعر رخيص على مستوى الجودة، فنحن عندنا الجودة هي خط الأساس الأول والسعر كمان منافس بالنسبة للسوق، يعني بنعطي تقريبا حوالي 75% يعني منافس أكثر من السوق. مثلا ماكينة مثلا نسمع أنه اشترى ماكينة مثلا حقها مليون ليرة في الكينة، تمام. أنت مثلا كأستاذ محمد كمهندس هل بتكلفك نفسك مثلا هل 100,000 مثلا ليرة في الكينة ممكن تكلفها أنت بنفس الجودة ونفس المعايير لكن بتكلفة أقل؟ هلا نحن بنعطيه إن شاء الله تعالى جودة أفضل من الموجود وسعر يعني تقريبا خصم يعني تقريبا شيء حوالي 20% أنقص. لأني صناعة محلية ولأني الحمد لله بعملين يعني أمور كلها رسم وتصميم وهالأمور كلها يعني عنا، فما في داعي نحن مثلا نجيب أفكار من برا أو هذا. والله السبب الرئيسي دخلت كلية الميكانيك يعني هلا في الأول البداية قسم الميكانيك هو قسم ديناميكي، يعني قسم مو إنه مغلق، قسم منفتح مجالاته واسعة. والسبب الثاني يعني أنا وجدت نفسي إنه أنا بمجال المواد اللي بتحتاج لفهم، لأن الميكانيك هو لا يكون حفظ بصم نهائيا، مجال الميكانيك هو أمور فهمية يعني بحتة، فأنت فكرة ممكن تخطر على بالك ممكن تنفذها هي ما موجودة من قبل، فما أنت ما حفظتها من قبل مسبقا ولا شفتها مثلا، أنت مجرد أفكار بمخك طبقتها طلعت. فمجال الميكانيك هو أمر أو مجال فهمي بحت، وأنا كنت الحمد لله رب العالمين يعني بالمواد الفهمية يعني دايما متصدر الأول. والله أنا بحب أوجه كلمة خاصة للسوريين وكلمة يعني شاملة أو عامة لكل الأشخاص اللي عم يشوفونا، إنه أي إنسان بيشوف نفسه، أي إنسان في بجاره بداخله رغبة، أي إنسان عنده فكرة يطالعة لا يخبيها، بجوز يكون هاي الفكرة سبب نجاحه، بجوز يكون هاي الفكرة يعني ما حدا خطرت على باله من قبل، ما يخبيها يطالعة يشتغل عليها يتعب عليها. ونحن شفنا كلياتنا أثر الشعب السوري وقت اللي طلع من سوريا، شفنا كلياتنا شلون الشعب السوري ترك بصمة كبيرة في كل دولة دخل فيها، في كل دولة سافر له بيقولوا إنه السوري والله فعلا هو مو عالي على حدا، السوري ما هو والله عائق، السوري ما غلب البلد اللي هو فيه، السوري صار منتج، السوري صار مصنع، السوري صار تاجر، السوري صار هو أحد أصحاب الشركات الكبيرة، السوري يعني إن كان عامل ولا كان صانع ولا كان رئيس عمل ولا كان إيش ما يكون، يعني السوري ترك بصمة كبيرة في أي دولة، في أي دولة دخلها في أي مجال دخله السوري الحمد لله أثبت وجوده، وأنه هو مو بحاجة لا مساعدات ولا بحاجة لمعونات ولا بحاجة لشيء، أنه هو شخص قادر على أنه يكون منتج. وليس أستاذ نور أهل الاستضافة الحلوة واللفتة الجميلة اللي سلطت الضوء، الله يسلمك، سلطت الضوء علينا نحن كسوريين وعلي أنا خاصة، سلطت الضوء علي وأنه والله فعلا أنه السوري له دوره وله فعاليته في المجتمع وين ما كان. شكرا كثير لأستاذ نور.